أبا أو ما شيء فمسوسو جدا وتوسين هاي بالمد مال لوي وتوسين هاي أبا وتوسين هاي كجواب هذا يا معك هذا وسوتش هذا هلا ما وين الله تربيه ولا الدبي يستعو هدي المها الصومالي جا أصون أفسكم الصومالي سبع عن لابرين إنجليش لابرو عربي لابرو سواحي لابرو ما أوده هلو قاينو كهلو هذا مركو حكومة شيء هايو وحكومة وان تنبين إن كدبنا هل كاسن استاجينا تنبيني استاج محسو درى ما عن كذا بس كون هذا سماه دارك كون سجوجا ما حكومة سماهنا يا تين نضوسنا رجال سفيري ما حكومة سماهنا يا هل إنجليش يا هل عربي يا هل سواحلي يا هل صومالي سكوب كذا يا ولي بو الصومالي ملقي قال ورنتي ما حكدو مي ما يجب على الآباء ويجب على الآباء أباياش والدك وحواجبك تأديب الأبناء وتربيتهم تأديب الأبناء عرورتوضة إني إدبيان ليليان عربيان أخلاق إلاليان وتربيتهم أي بربارية وإرسالهم إلى المعلم براه إن الله ودر الدكسي اللقية ماشو حلقوا برانيو إذا بلغ 4 سنين وأربعة أشهر وأربعة أيام يقول قارو أفر سنو أفر بلود يا أفر مال موت أفر أفر تاوح لغو ما غير ما قارن هاي لكن مهم بدو علمه حلق أوه رئيسي وقوان كرئي وتوسين كرو وأفرجي إلى شنجروي هدو سن أسوغو أهين خارقو إيو نادرقوني عرو إيو اللي بجرى وحضوبة هيا جر مركي سدح جرية هين النمو وامي ونبقى كواس واقوني وحلق الله يسيد قوت شنجر تدو بجر فإن الأب أبوه إذا لم يؤدب ابنه إذا لم يؤدب ابنه ويلكي سي يلمي سادوسا عربين أما تربيين أما أوسا إدبن ولم يحسن أدبه ليلي كيسان أوسا وناجن ولم يجلس بين يدي المعلم معلن أوسا أوقين إي مؤدب لبيك الأنجر إنك قرآنك وما دبرة سلف كحلي كيسي إنك قرآنك وما دبرة إياه معلم القرآن باليه إنك أدب كروح برة إياه مؤدب بالأورنجري وكل دوي أخلاق ذا آداب ذا شعر ك تاريخ ذا عربيت ومطلقا كثير ولا رق ما معلن قلنا وما دبرجري مؤدب بالعرن جري أصلا كقيمة بدنا ذاتك علم جبر مرك قارك لأنه هو موسوعة نكا وحال ربا ويل كل لود يبهد وينو قبان كرحل المسلمين نين لسان جراد أهان تاريخ أهان معرفة أهان إذا أهان وحول بول لجبا والد محكام بدنيا ورال محكام بدنيا بلشدو محكام بدن تي هذا بقر نقطة محل لجار ربا سيرتن أو ديار سن بأهيد ودت كل قط تربية يو سما هذا بوجن نيك شيطان كتليانة أو قرن مكفيل لي يقول يا بقر ده دون كذا خسنا ده كل قوم مامو سياسة ده دون كشيطان بوك بالغا قاتا سيدا بروتولات يهود وكلا ولا دراسيه لغات بدن بالو قرا اسو عرب هليسا ولغا اسكو اخريا دد كلام بدد باب ايريس مؤدبكم مركا وا واقدم واقدم بوحي نقطه ان لا اسكو درو تاديب كي يو تعليم كي لبد او هل معلم اسو قبت نيمان كاز واقدم بدون كلا وريغيو فقده وين سو سارج حلبدون اي كيمات هذا وساء أوسن يرين والدك إلميس أوسن وقت كوب حين أدب تيزي وحبرد تيزي يوم معلن كوناس لدونت كيسة ظهر ضحى موقن آثار الانحراف في جميع أعضائه خصوصا في لسانه ظهر ضحى موقن يسول أرك دونا آثار الانحراف قلوا عيول لحشد الرات كيد حما بكم موقن دونا في جميع أعضاء حمله صدم بق إن ده هيسا ما الله بيو ده هيسا وحدونه ده هيسا هيا وحدونه الصماين مش دونه آدي فرط دونه قرة هيا خصوصا قار أهان في لسان عرب كيس عرب أن كنترولين إذا بلهين أفلقا دبلا حيطم هيا أن توصنين وإريق حتى عربي أن سحين هذه أفصمالي ويهاينا وحقل كشيغ هيا أبا أو إما شيفة مسوسو جدا وتوسين هاي بالمد مالوي وتوسين هاي أبا وتوسين هاي كجواب هذا يا معك هذا وسويت هذا هلا ما وين الله تربيه ولا الدبي يستعو
وذهب وحاتقي استعداده ديار قروقي سباتقاهية وقابلية إيو أهل لمذي أقبلك وأقبلي للعلم المهو مركو رشو وصحيفة بيضاء وحود إلهي أديار قريي وحول بو وناكسن الله شو إنو الضوبه قبطه قايبه هذا وحن أهري وأف بيلها يا أوديسي وحقبشو إيه تربية رنبك الله بيس مركو وحا أهري وحن وصميسين يا مركاسك لما هكا جنكرو وماشي هذا قوليها مناهج طب أي لهذان النواة اللغوية المها مركا لبريو المها الصومالي ذا الصومالي ذا مركو رلا براي الصومالي ذا سيسافي أو جهاد الله لغة العربية كسيدي تايبو برنيا إنجليزي كسيدي يهيبو برنيا سواحلي كسيدي يهيبو برنيا هادو مركو أبا هذانا ميدول بإسكي بأو جهاد اللي أصوغ ميد ميدان كدرينين وحاول اسمي مركو هوري النواة النواة اللغوية النواة اللغوية لفتي اللغة يعني مركو هروا إن سيمكي أو اللغة الصومالية كدو بنت هاي الحرية أو مسك عيسى إيش أو كأوحد مه كدي بحقوقان كرا تلفونكو سيم لبعض يمد صدحات يمد أفراد هدي المها الصومالية جا أصلا أفسكم الصومالية سبع عن لابرين إنجليش لبرو وعربي لبرو وسواحي لبرو ما أوده هل لغينه كهله هذا مركو الحكومة شيء جاي وحكوله وان تنبيننا كدبنا هل كاسن استاجينا تنبيني استاج محسو درى ما عن كذا بس كون هذا سماه دارج كون سجوجا ما حكوك سماهنا يا تين نضوسنا رجال سفيري ما حكوك سماهنا يا هل إنجليش يا هل عربي يا هل سواحلي يا هل صومالي سكوك قدرها يا يا ولبوا الصومالي ملقي قالوا رنتي ما حكده ماي النواة اللغة أساس كل لغة دومي إسك إلالي هذا الربطان وعرف كان جعشي هين يدين كنا في صومالي بارين برا هاللقو عربي برا مركو دمايو بعض برتان في صومالي سافي وجونا برا سواحل جونا أبرا أسوقون هاللقو مركو أفري سنين هذا اللغات كلا كتب اللودان وري يبو إسكو قصي ساسو إسكو كل لبي ما أولون وتوصل صعود هوشا خطروي عروت مركا كل عيارنا مسكحدو دي عقلي ود وحدث الجهل حد جهل با يا هرجل ودعي والطغيان حد قذب وانواع المعاصي فيه في السبي المي يرى في الابن في الولد جهلي اغندرو حد قذب حق الهي حق ابن ادم كبا اي معاصي فرباني با قرن قدعي فيحصل الابي ابي وحا كدعه اسغونو مركا او هرجليا حصه قيب من سوء عملي شق حمدي سي حق التربيه ده يا ليل علمي سيبو قيب كهلا يا يو اسغنا وا رفاده يا دنب ما لو قريا علم عاصب كن نقنيا وانا كفد نوبيا فيعاقب عليها وحلو عقاب يا اسغي سو حصدي ايد اهيد بمثل ما عوقب ابنه وحي علمي سي لو عقاب او معصيتي حمانت اسنا قيب بو كقادريا لانه علمه هو سميه مباشره ادغنا سبب باتاي سببك يي مباشر كميد بو حقادنيا دنبيس نينك الروح الدلاء روح مسلم كالدلاء يمدك أقبتواه ننوى قاتل ننوى قاتل كالمية وكالكالوي لابد دنبيل لابد أهل النار وي. بعد سلة نحيقة لابد والود دلي وقضام بعد العلم لابد والود دلي قبته يقورعيه لابد والود قورعه دلاء قصاصنا يوضاد دانا ساسي بكتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أصل كمسألة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آيات ذا تربية هي التأديب كأصل سيدنا علي مكل لو يد التفسير كذا وحيد علموهم وأدبوهم ويأيدوا على قوض قوا أنفسكم وأهليكم نارا على قوض وحبرا أو الليل أو تربية أو إدبية النار سيقبت بعدهم إذن كن نار كمية علين كرتان يوم حلت إيمان كرتان إن أضبرتان وحي النار تكجبت باي لهاي وحل جي لان تدوي عيهين إذن باهين آتر بيسان الله يلدان الله حرب بيدان ما كذا حرب بيسان أيجا هجاج دونه كبت باي دون النار صادرت النبي حول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليه وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع تأديبوا تدو بجر مالكم يا هاي
خير كهرن فرا صلاة نكوبا قراء طبعاً ما عفوا صلاة فرا ما نكون طبعاً قارو كدي لا هدو حتى تكون واي حاجة اجتماعية هولها بروشدة كيف وجهي وح والبؤ كيني كرينو فسادو قبله وليها يا كوريد هلا كلف وجهي مثل بقول جونا هالسحدو معلو تربينا يا عدم الاختلاط كلا حياة شو كلا فجأة شو سريعة شو دوبر كوك سريعته إنه نحب هذا ما بدي قال كورة يا راي مكى أي مرتد وتما هذا قبلها ولا شيء ولا أي مكى حجاب تان الحجاب نجرب نغناه مكى مرتد ركض وقلم باي قبله عراي زما أصلا ولا عري كيف تدم ولا قلاية ولقي ولا بدين كسو قد قبلها ولا هذا قال كان سيحه ولا حجابا قل قدم ولا قلاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي نول بوا مسؤول مسؤول كستنا وحلويدين وحل الراع صدي اي مسؤولياتها فان الخلقة عور وذلك خلقة ابوركو على الاسلام مخلوقات كي بني ادم كي ابط كان الى يحكو ابورا ان يؤس وديار سيهن الاسلام ان يهجان سماء اظن مكروفيا او مكرانا او امر ديداء الى ما ابو ربا أصغوا أديارسن أبور يوناك يهجاك بالرب أبورية كذبنا تربيه حب فسادنيس فإن الخلقة خلقة بني آدم خلقة الإنسان أبورك آدمه على الإسلام أي على قابلية الإسلام إسلام كروح إنه أقبل أديارسن يا معايا لو ماشي لورنجري ابن آدم كو ومدني بالطبع مدني بالطبع حق عبوديتنا وغريزة منه آدمه إنه باهي هاي وأضوين هاي وألا وين أولي هاي وألا أباهي ويقضوا بنتاي إله بقى قضوا بي إسلام كتشعيل كسنة الله قضوا بي نين قالوا ولقي إسلام أرق واللحدنجير قال لما كو قاري هادين وذات أفماله دين تسمعوا يقان أن تهرف ريستو أصلاً واحد إسلام بلياده إن أنا أشرح إلى سيدا صافي عن ساسا أو أشرح ليه هوشا وفي عن تنا الله شرح حقيقة كتاب أورنية هرو كفى ما يا ووحي له وطلق الأدم هو إنه يكون ولا ذا يوال قابلية إنه أقبله وقاتو قايب إسلامك والاستعداد للعلم وحقوق أبو الله آدم هو إنه برتو وعالم وكاتب القوة إنه وحقره إنه صنع قاته إنه وحقر رصده يا وسائر السعادات الليبان أنت ذكر ربي وقضوا بالدينية والدنيوي وحو البول الليباني وراك هنا آدمه إنه أقبلا إلهي ودير قري لكن محاء فيه وزوالها زوال الخلقة على الإسلام والقابلية والاستعداد للعلم وسائر السعادات إنه روحي كزوش عين الأمناء أبتك إنما هو سببه الأبوان لماذا والد بصبوه هوش عيني باب بعضه وإلم أوفس هذا والد باصوه والد هدوس وأوس وأوي أورفن أوي هما أقوين هينا عدة تربيين بمسؤول كه أنتم هدوا يا معلم كل لوجي بمسؤول كه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام وبدو البورد شا وحيله كأبوري أو كل شا فطرة أي خلقة الإسلام فطرة هذا بعد سلف دين بكفسرين إسلام يقول يزيد كفسرين من لا يكف سرين لكن سيد الراجحة وقبولية الإسلام حي القرآن كايلي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع إلى آخر الآية إلا أن أبويه لبدو والدي هذا الشيء يا يهودان يهود كدقة أو ينصران أما كريستان كدقة أو يمجسان أما دبعابد كدقة لكن فضرد سبحي ديارو طهي هدان لقاء في إنه إسلامه ودين الإسلام قوقات لأنه ودين الفطرة أبوك بي الله سعطى الحديث حديث كده وقلنا إذا حديث كعانك في صحيحي يسونا كبا وكذلك كل مولود من البول لدلو يولد على القابلية أقبل يؤديار سنان إنه وحبرته إنه خير كقاتو يقول الله يا أمو قل الله يا ولي استعداد للعلم وحبرته إنه وديار يا إلا أن أبويه با يجهلانه لابد يرد شيء با كدق هيا جاهل أنا أحب بران كرين وصوب أو نغ فإن الإبن إلما هيرك إذا اكتسب الأدب هدو تربية أخلاق شقيست يو العلم أقون والمعرفة قرشو يو أنواع السعادات الدنيوية والأخروية يلي بانت يو دوين كل اللي بان آخرية الدنبلة
حصل من هذه الأوصاف ثواب كثير حصل وحاكه رجل وكدعايا من هذه الأوصاف تلمامها أيها الحميد إلا ما هذه ثواب كثير ثواب وين يأجر وين باك إيمان له للابن ولأبوه لابد والد هؤلاء هذه المي القطر بي وأوقاته أصغر الليبان آخرية أدن بوالد كينا وكل ليبانية وكل ليبانية ولو قدن بدافية جنة كهلية ثواب كسر كرنية كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء بن آدم كهدو دنتو عمل كيسي وناكسنا وقعيا صدح موية من صدقة جارية صدقاء الله بحضي وأجر كيدو أودريرو أيضو واري سؤون دمانين عيلات قضي قريا دستو كالي جيدا دمضو سميسي كتابة وقتكتي أو علم يمسي دستو كالي أو علم ينتفع بأمو حكتكي علم لديف سنية علم مضو يديف سنية كتابة قرطي يميدا دمضة برطيبا أو ولد صالح يدعو له معلم كسوة دي وقرآن كباري معلم باسي بار إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم معلم كسوة دي وقرآن كباري معلم كلا باري وضعون مدبب مدبب باري إلى المعلم الأول لك قارو محمد عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له إلما وناكسن بعد كتاكتو يكوسو الدعية هذيك لو ألوها المامي هاتي ألوها المامي ومضى مسلمين دعاية يقولون أن مرمر صوقة شمو ييري إلما هذا كوف في عين وكو هذا كوان فيعي كما مر سيد الصور من حديث كوصول شيخ حديث كيف تقرن إنسان في صحيح مسلم غير كيف كويمة